ولي العهد السعودي يصل مصر في زيارة هامة، تحرك جديد للمركزي وطرح أراضي جديدة في 20 مدينة. أهلا بكم في حصاد يوم الثلاثاء الإخباري. بانكير، نبض البنوك. والبداية من زيارة هامة جدا، فبيزور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم مصر للقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية والإقليمية والدولية، وده للاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض. ونروح للقطاع المصرفي وتحديداً البنك المركزي، اللي أعلن سحب السيولة بقيمة 1.240 تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة اليوم من 24 بنك، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفايدة 27.75%. وبتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق المالي وتحقيق الأهداف النقدية المرسومة. ننتقل للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللي أعلن عن أكبر طرح للأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وبيتضمن 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط المتميز والأكثر تميزاً بـ20 مدينة جديدة. وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التوسع في طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة ودفع عجلة التنمية بها. ونروح لأحمد كوجك وزير المالية، واللي قال أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتبلغ 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية. وقال كمان أن الوزارة بتستهدف خلال العام المالي الحالي 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. وآخر خبر معانا عن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللي واصل اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات. فاجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتابع المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الشهرية ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد. وبكده نكون أنهينا الأخبار، شكرا لحسن المتابعة. بانكير، نبض البنوك.